السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كات، توجور مع اخبار شعبية قبائل. هذا فيديو تاع تدريبات اليوم ومنع جوبا اوقاسي من دخول التدريبات بامر من عمراني اللي عنده كارت بلونش. الامر هذا راهو التدلال ما كانش عند عمراني يا جماعه، الدلال والتدلال ما كانش. دوك نحكيو على الموضوع هذا، وفي اخر الفيديو راح تلقاو ردود افعال جمهور شبيبه القبائل عن قضيه عمراني من منع اوقاسي من التدريب. لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركوا لنا تعليق. شاهدوا تدريبات الفريق، لايك على الفيديو وشاركونا في قضية اوقاسي. هل انت مع عمراني لمنحت له الورقة البيضاء للانضباط، خاصة الانضباط يا جماعة، ام انت مع اوقاسي؟ نحضر على التوجيه للجمهور، ام انت مع اوقاسي اللي قال السبب ان ضرسه وجهه وذهب الى الطبيب؟ لاعب اوقاسي سيمر على مجلس التعذيب يا جماعه يوم الاحد ان شاء الله بعد غيابه عن حصه الاستئناف بسبب الم في الضرس حسبه، وهذا ما لم يقبله المدرب عمراني دون مبرر. عمراني ما كانش لعب معه، ما كانش تدلال، وهذه قوه عمراني. يوم اداش ربع كؤوس في الجزائر هكاك برك، عمراني التدلال ما كانش، وما اداش ربع كؤوس وربما شامبيونه مع شباب قسنطينه، سونسيال عنده تاريخ في البطوله الوطنيه تجي تعقبها له انت. هذه وحده، ربما احنا به ما نظلموش اللاعب ونزربوا رواحنا في الحكم وكذا، يوم الاحد يمر على الانضباط ويمر على المجلس التاديبي ويبان، به ما نقولوش احنا ظلم، ولكن خلاص الهضره هنا الحاجه اللي يعني نركزوا عليها انه عمراني ما كانش معاه في اللعب. هذه رساله الى جميع اللاعبين، اللعب مع عمراني وما كانش يا جماعه. الناس تقولي تعجبني، دوك تشوفوا ردود افعال تقريبا 96% ولا 97% قال لك برافو احسنت عمراني على هذا الانضباط، يعني عجب من الانضباط ماش هامهم اللاعب وكذا. ديك رغم انه جوبا اوقاسي داخل في حساسيه مع انصار شبيبه قبائل من العام الفارط، عندما عاودها تقريبا عاودها الشيء اللي داروا مع سويه وبعدها طلب بالسماح. هنا نتمنوا انه ربما هذه العادات اللي قاعده تعاود من نفس اللاعب فقط، سيرتو هذه الامور الانضباطيه، نتمنى انه يحط في مخه بلي هذا راهو شبيبه القبائل، هذا الزعيم ما لازمش نديروا اللقطات هادو، سواء سلك سواء ما سلكش، كون هكاك راح تمني كيب كون فكرت ماناجير مليح ورحت ايكيب وحده وغيرت غير المراحل الصراحة اشاك فوا اشاك فوا دير هكا تغيب وكذا. الامور هادي هاوجه المدرب اللي ما يلعبش يعني مع الانضباط، اللي هاب انضباط يا جماعه ديروا لنا لايك على الانضباط تاع عمراني، ربع كؤوس يا جماعه، ربع كؤوس ما تجيش كاكو، مش من اي مدرب يقدر يحقق هذه، ومش ربما راه الوحيد اللي عنده ربع كؤوس في الجزائر، مش ربما الوحيد اللي عنده ربع كؤوس في الجزائر. برافو عمراني على الانضباط، ربما الانصار راهم يحبوا الحوايج هذو، والنتائج راح تجي من بعد، هذه الانضباط هذا راح يكون نتائجه من بعد ان شاء الله. نتمنى التوفيق لعمراني في خرجة تاعو الأولى في البطولة، ونتمنى التوفيق للاعبين إن شاء الله، رغم غيابات كثيرة، ومش راه قال لك راهو واجد راهو هنا وشفناه في التدريبات. المهم هاي بعض اللاعبين باش تشوفوا هاو هنا ردود الأفعال، إيسونسيال على الانضباط خط أحمر، وعمراني معروف بصرامته، بمختصر القول الرجل المناسب في المكان المناسب، فوالا بون ترافاي. المهم هاي لوبجيكتيف كدا من ناديك تاع عمراني، إيسونسيال يا جماعة نجيبوكم بالبيانات بلي راهو جمهور الشبيبة راضي على ما يقوم به عمراني، سواء في الملعب وسواء من تاكتيك دو جو سواء من الانضباط، والكل راهو حاجة مليحة. إن شاء الله نتمنى التوفيق لعمراني، نتمنى أنه يكون مش غلط في اللاعب، ونتمنى أنه اللاعب إن كان له مبررات فليأتي بها، والمجلس التأديبي راه يكون له كلام آخر ويحكم عليه. نتمنى ذلك، ما شاتيش حنا المشاكل في شبيبة القبائل. ديرونا لايك على الفيديو، أبوني في القناة وتركونا تعليق، واش رأيكم فيما قام به عمراني؟ سلام خاوتي.